إسرائيل جادة في مسألة الضربة الاستباقية. الدرس الذي تعلمته إسرائيل في حرب أكتوبر 73 وفي حرب ما قبل 7 أكتوبر 2023 أنه التقديرات الاستخباراتية يمكن أن تخطئ وأن تؤدي إلى كارثة كبرى، وبالتالي هناك تحول كبير الآن في العقلية الإسرائيلية نحو الاستباق لأي هجمات ممكنة. ويوقف جالنت اليوم يتحدث عن أنه لديه القدرة على إرسال إنذار مبكر إلى الشارع للدخول إلى المخابئ، لأنه إسرائيل يمكن أن تبادر بضربة عسكرية لتفسد أي محاولة من جانب حزب الله أو من جانب إيران للرد. الأمر الثاني هو أنه من الناحية النفسية عندما تحدث حسن نصر الله عن أنه يكفي فقط أن وضع المجتمع الإسرائيلي في حالة ترقب وانتظار وقلق واعتبر ذلك انتصار، فأيضا انتقل الرعب الآن إلى الداخل اللبناني وفي إيران نفسها بين أنه يمكن أن تكون هناك ضربة استباقية. الجميع هنا على الجانبين أصبح في حالة قلق وهي حرب نفسية متبادلة، ولكن أعتقد أنه إسرائيل لن تبادر بهذه الضربة إلا لو تأكدت قبلها بساعات على الأقل من أنه هناك تحركات على الأرض. لا يمكن لإيران أو لحزب الله أن يخفي يعني تحريك صواريخ أو تحريك أعداد كبيرة من الجنود إلى الحدود بدون ما أن تأخذ الاستخبارات الإسرائيلية ذلك في الاعتبار، وبالتالي العملية مكشوفة تماما وعنصر المفاجأة المهم أصبح غائبا، وبالتالي الوضع المتوتر سيكون هو سيد الوضع حتى هذه اللحظة. ما الذي يشكل بالنسبة لإسرائيل الرد الأكثر ربما خطورة، الأكثر سوءا؟ هل خوفها الذي كانت تحدثت عنه من أن يكون هناك توقيت واحد للضربة الإيرانية وضربة حزب الله، أم أن يكون هناك من أكثر من جبهة ربما غير متوقعة قد تكون البداية بالنسبة لإسرائيل؟ ما أكثر ما تخشاه؟ بشكل واضح هو جبهة حزب الله. يعني إيران عندما قامت بالرد على إسرائيل في إبريل الماضي لم يكن الهجوم فعلا، 350 طائرة مسيرة وصواريخ لم تنجح في إسقاط أي شخص في إسرائيل، طفلة صغيرة في الجنوب فقط هي من أوذي، يعني لم تكن الضربة مؤثرة، وبالتالي التأثير الوحيد هو قرب المسافة ما بين الحدود الإسرائيلية والحدود اللبنانية. فترة الإنذار القصيرة جدا بالنسبة للدفاعات الجوية الإسرائيلية إذا ما أتت الصواريخ من حزب الله، إذن الجبهة حزب الله هي الأخطر وليست الجبهة الإيرانية على الإطلاق. لا أعتقد حتى جبهة الحوثيين التي نجحت في بعض الأحيان في توجيه ضربات هي أيضا ليست جبهة رئيسية وليست مهمة بنفس القدر. الخوف، كل الخوف أن يكون هناك هجوم كثيف من حزب الله على إسرائيل، وهذا يجعل كل المراكز السكانية والصناعية في إسرائيل عرضة لخسائر كبيرة، وأيضا يجعل المدنيين لأنه في لبنان أيضا، لأنه نتنياهو قال بأنه وأبلغ واشنطن أنه ردها على حزب الله سيكون غير متناسب إذا تضررت مناطق مدنية في إسرائيل. اليوم الجهد أو الموقف الأمريكي إلى أي حد من الممكن أن يؤثر على طبيعة الردود والتعاطي مع الردود من قبل الجانب الإسرائيلي على رد إيران وحزب الله عليها؟ يعني الكل يعلم هناك مبدأ يحكم كل الإدارات الأمريكية هو الحفاظ على أمن إسرائيل وضمان أمن إسرائيل، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط المسيرات الإيرانية والصواريخ الإيرانية في إبريل الماضي أوضح تماما أنه الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية فإنها لن تتوانى عن دعم إسرائيل ومحاولة حمايتها من أي هجوم مرتقب. أعتقد أنه إدارة الرئيس بايدن تحاول بقدر الإمكان حتى هذه اللحظة إقناع إيران، وأيضا أن تقنع إيران حزب الله بعدم الدخول في مواجهة تؤدي إلى تدهور الوضع إلى حالة حرب شاملة. أعتقد الحرب الشاملة إسرائيل تريدها أكثر مما تريدها إيران أو تريدها حزب الله. إسرائيل تخطط أكثر أنه يكون لديها الذريعة القانونية، نحن تعرضنا لهجوم حتى لو كان هجوم محدود يمكن أن تستخدمه كذريعة لحرب واسعة النطاق. هناك ما يسمى أيضا بعقيدة الضحية التي ابتدعها رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي زينكوت، وكان عضوا في حكومة الطوارئ في حتى يونيو الماضي.
هذا الرجل منذ يومين صرح أنه لابد أن تكون رد إسرائيل على أي هجمة من جانب حزب الله أو من إيران رد قوي. واتهم نتنياهو أنه في إبريل الماضي عندما كانوا شركاء في مع بيني جانس في حكومة الطوارئ أنه نتنياهو رفض تماما فكرة الضربة الكبرى تجاه إيران أو ضربة كثيفة ضد إيران، واعتبروا أنه كان مهتزا. وبالتالي أعتقد نتنياهو الآن مضغوط من أكثر من اتجاه، السكان يريدون أمان، المعارضة تقول أنه ردود غير كافية، وبالتالي هو مضغوط من كل الأطراف ولن يستمع إلى أي ضغوطات أمريكية تطالبه يعني كبح جماح الأزمة. طيب أيهما يصب في مصلحة إسرائيل حتى في كسب وكسب التعاطف الدولي معها، إذا ما بادرت وقطعت الانتظار وهذا التوتر الحاصل من جراء الانتظار، أو أنها تنتظر لتعرف حجم الضربة الموجهة إليها؟ أيهما في مصلحتها أكثر؟ نظريا الخيار الآخر، يعني أن تكون لديها الذريعة القانونية، نحن تعرضنا للضربات وبالتالي نبرر يعني تنتظر أي ضربة مهما كان حجمها. ولكن أعتقد حتى هذه اللحظة هناك تحول في العقلية الإسرائيلية، هناك خوف من أنه يمكن أن تكون الضربة قوية وأن تكون تأثيرها النفسي كبير، وبالتالي سيكون من الصعب ردها. أعتقد فكرة الضربة الاستباقية والعودة إلى سياسة الهجوم بدلا من سياسة الدفاع هي التي أصبحت تحكم العقل الإسرائيلي في هذا الوقت الراهن. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة المختص في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية سعيد عكاشة. شكرا.